مساء المانجا وامر الدين عليكم جيمرز اند جنتلمان. احمد باجي تحييكم من قناه فرجني وفيديو جديد والمزيد من هورايزون فوربيدن ويست مع الاطلاله الجميله للسمائي والقمر وايلوي، ونستعرف مع بعض مزيد من المهمات. انا كنت طبعا بتعشم وبامل ان انا العب مهمه رئيسيه النهارده، بس تقريبا لسه في مهمه بتاعت كوتالو اللي هو ايده مقطوعه ده. دي انا كنت يعني كنت رود مع الفيديو اللي فات، يعني كنت قللت الذوق، وبعد ما شرح لي نص المهمة سيبته ورحت عملت مهمة تانية. فدلوقتي هروح اعمل المهمة بتاعته ونشوف مع بعض اللي هيحصل في هذه المهمة وهذا الفيديو. ولكن من قبل ما نبدأ، تنسوش الشباب اللايكات العنيفة بتاعتكم، تشتركوا مش مشتركين، وهيبقى نستأنف ونلعب. انا طبعا حابب جدا الدعم بتاعكم يا شباب في السلسلة دي، دعمكم جميل جدا ورائع، وانا بشكركم جدا على الدعم، وربنا يخليكم ليا. وان شاء الله استمتع بهذا الفيديو كمان، ونشوف بقى اللي هيحصل مع قتال. لا مش هنا. كوتالو فين؟ كوتالو علامة الاي اهي. تعالى يا باشا، انا كنت قلت ذوق معاك امبارح، فايه شوف انت عايز ايه، وعشان انت راجل محترم بصراحه. يعني تتطلعين للملاكمه؟ ربما لاحقا. ملاكمه؟ ملاكمه ازاي؟ افراد زينف، انا شفت دي طلب شخصي، دي مهمه تيناكف. كل ده شفناه. المرافقون، مفيش غير طلب شخصي، نخش على طول بقى في الموضوع. أردت التحدث عن شيء ما؟ كنت أتحدث إلى غايا، ذكرت أن أفراد زينث يمزجون المعادن بلحومهم ليكونوا أقوى. أبإمكانك مساعدتي في فعل نفس الشيء؟ تريد صنع ذراع جديدة؟ أجل، غايا تصر على مساعدتي على صنع الأمر ذاته، إن تمكنت من الحصول على البيانات والعناصر. تؤمن أن تلك الأشياء تقع في مكان خبأتها فيه بيتا من أفراد زينث. مختبر أبحاثهم القديم. لا أعرف آلات العالم القديم مثلك، لذا سأحتاج إلى مساعدتك. هذا خطر، أفراد الزينث يراقبون المكان. كنا محظوظين بنجاتنا أول مرة. صحيح، ربما يستحق المخاطرة. يا إلهي، ربما ننجح. يا إلهي ربما ننجح. طب إيه، خلاص كده وداع؟ مفيش حاجة تانية؟ سأتصل وأنا قرب المختبر، سنحصل على ما تحتاج لذراعك. شكرا لك يا إلهي. هو ما كانش مقتنع لما جايا قالت له كده، ما فقد، بس هو دلوقتي شكله عاد تفكير في الموضوع، وقرر اللي هو يحصل على دراع جديدة إلكترونية. أكيد طبعا في التكنولوجيا اللي عندهم في المستقبل دي، يعني في روبوتات كاملة أصلا عاملينها زي الكائنات الحية، مش هيعرفوا يعملوا دراع. خلينا نشوف دلوقتي عندنا في المهام المهمة الجديدة دي. ما فقد، نعلم عليها، شوفها هي فين. هنا بقى هنروح هنا. أنا كنت جيت هنا قبل كده يا جماعة، ده في مختبر أبحاث نينيما، وأنا كنت جيت المكان ده قبل كده، مش متذكر بصراحة. أشوفكم هناك يا شباب على طول. كوتالو قال سنجد هنا بعض الأجزاء لذراعه الجديدة، لأخبره بوجودي. نقول له تعال يا كوتالو. أهلا كوتالو، أنا بمختبر زينث، ستأتي؟ أنا قادم. الموز عاد مستنية. إيلوي، أقدر مقابلتي هنا. هذا يسعدني. هل غايا ذكرت أين سنجد في مختبر زينث ما يلزمك؟ ذكرت الغرفة التي وجدت فيها بيتا وقاعدة البيانات التي بداخلها. قالت ستساعدنا في العثور على ما أحتاج لبناء ذراع جديدة. سنعرف أين نبحث، لنفعل ذلك سريعاً. ربما تراقبنا زينث. مفهوم. ده المكان يا جماعة اللي احنا دخلناه قبل كده، كان زي فتحة كده في الجبل، ولقينا فيه بيتا. وهيتسلق ازاي بدراع واحدة يا جماعة؟ ده مش فير يا جماعة الكلام ده، اكيد بيعاني يعني. انت بخير؟ لا مش بخير اكيد يعني.
هو دراع ده تفلت، هو خلاص باي باي كده بالسلامة يعني. عملها البطل والله. تفكك الأطياف لأجزائها، يجب التخلص منها أو نستطيع التسلل كما تشاء. كومة خردة نباش، معادن مختلفة وحطام يبدو أكثر من مجرد خردة. بوتيرو لا، أنا عايز ده. مراقب مرعب فائق، أنا عايز آيس، أنا معايا آيس مرة اللي فاتت. طيب انت مصارك فين يا ابني؟ هو هيجي كده يرجع كده. انت مراقب عبيط انت. تعال بس بس اسكت اسكت خالص. ايوه ده في شيل ووكر. شيل ووكر ده كان ضد ايه يا جماعه؟ كان بيبقى ماشي. وانت ايه؟ ده سكرابر، ده كهربا. فين الكهربا؟ اهو تعال. ده انا معايا كهربا كده. ازاي ما جاتش؟ تعال بقى الشيل ووكر ده اختفى واحد فيهم. تعال يا باشا، ده مش بديك. دي بعيدة المدى. ماشي تعال. يا ابن رزينة، ايه ده؟ ده جاي امتى قدامي ده؟ ماشي ماشي. الأسود دي تعبانة أوي يا جماعة. برافو عليك يا ابني والله. ما جاتش. لا جت والله. طيب. برافو عليك يا ابني والله. بدراع واحد بس يعني ميت رد. هيا طب بس ناخد بقى الحاجات اللي هم ايه كانوا عايزين نشوفها دي. انا عارف لها فوتها بس يعني اشوف الحاجات التافهه الاول. الطيف اوكي. ده كان في سلاح ده تقريبا. ادي بقى كتير ما خدتش حاجات دي يا جماعه. سلاح ده صح؟ سلاح اسهم متعاقب، مش محتاجه دلوقتي. خلينا ناخد بس ال فين البتاع اللي فوتها دي. ماشي. هو ده الكهف نفسه يا جماعه اللي احنا دخلناه المره اللي فاتت. يصعب تصديقه لكن اجل حسني انها في اكوا بارك يعني. يعني في الطبيعة المفروض يكون اصلا اللبس تحت هنا، هو مش اللبس يعني، بس خلينا نمشيها اللبس. اعداء امامنا. اعداء امامنا فين؟ المراجل ممتلئة بقاتل الصيادين ايضا. سكرابر سكرابر جهاز ارسال. السلاح ده يا جماعة تعبان اوي، او يعني ممكن محتاج شوية اديله مفجر يدوي دفق الطلقات. خلينا نجرب مفجر يدوي ده يعني على سبيل المثال يعني، بس ده اصلا محتاج كهرباء فخلينا ايه نكهرب كهرباء ابوه وبيموت بصورة اصلا كهرباء. هو الراجل بدأ القتال مع نفسه. خد به في المكان نفسه مجددا. يفضل ان نتحرك، فغرف بيتا امامنا. سأتبعك
المكان شكله مختلف عن المره اللي فاتت اللي انا جيته فيها يا جماعه. متهيألي في حاجه تانية طيب انا نتفحصها قبل ما نتقدم. ايه ده؟ جهاز ارسال. المفروض نعمل في حاجه يعني. جهاز ارسال مجهول التصميم، تالف تالف غير قابل للاصلاح. يا جماعة المكان اللي انا فيه يا جماعة الجو بتاعه عامل ازاي؟ انا لنعلم العدو الاحترام، لا تقتلوني اليوم. لنسعى الى الذي يليه. لنسعى الى الذي يليه. حلو الاكسبريشن ده، جديد بصراحة. المفروض عارف، لا المفروض اروح هنا، بس خليني اطلع هنا الاول. اللي هو بيقول اطلع. ايه ده؟ ايه ده؟ يعني بقى طلعت من هنا وجيت من هنا، بيقول لي هناك عادي. ازاي بقى ده وده بيودي نفس المكان؟ غالبا هنشوف يا الاول. تقرير تقدم. اوكي هرجع له تاني، يعني هيبقى مهم او هو مش مهم دلوقتي الا اذا كان في كود مثلا. الاكواد موجوده في حتت كتير يا جماعه. صحيح، انا في باب موجود في القاعده او في البيزمنت، في القبو البيز. في كود هبقى عامل بيه فيديو منفصل كده اشرح ازاي نخش نفتح الكود ده. وصلنا، علينا الوصول الى البيانات التي كانت جايا تتحدث عنها. تفتيش غرفة التخزين، بحث عن نقطة الوصول. ذكر بار لأنك عثرت على ده المكان اللي كان فيه روبوتات قبل كده، كانت ساحة معركة. إلى هذا الشيء بالكاد هواء للتنفس. هنروح فين؟ المفروض نسكان هنا يا جماعة. مش شايف اي حاجة مميزة يعني. جهاز الوصول هو ده. اوه، يبقى غالبا كده احنا محتاجين ندور على رمز الدخول يا جماعة. نجيب رمز الدخول منين بقى؟ وجدت ما نبحث عنه. لنأمل ان يكون فيها ما نريد. معاناة جهاز تحكم، وده لقب بالرمز اللي هنا. مش عارف، طب ما تيجي نشوف الحتة الباب ده الأول. طيب دي بتتكسر صح؟ المفروض بتتكسر، شكلها بتتكسر. هي بتعمل صوت ازاز مكسور، بس هي ميحصلهاش حاجة. رائع. مفيش حاجة هنا، أي حاجة يعني. طب أي حاجة، أي حاجة. فتحنا الباب وخلاص، ملوش لازمة يعني. طبعا لو وقعت هنا موت محقق أكيد يعني. خلينا نروح على الميشن دلوقتي ونشوف بقى موضوع الكود ده لاحقا، على الله ما يفوتنيش يعني. سأنزل البيانات على مصلاتك لتبحث فيها لاحقا. ماذا عن المكونات؟ ستكون في مكان ما على أطياف. لنقاط البشارة. أطياف. نقطة ضعفكم إيه كانت صحيح؟ دول؟ هي القنابل اللي كانت معايا فين يا جماعة دي؟ طيب. بسرعة جدا يا ابن الذين. خد دي. لا نحذفه بالبتاعة دي بسرعة كده. أطياف، هو هنا ما ينفعش غير أطياف أصلا. هبقى ده. أي 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 أي. خد. وانت بتستوي كده. اي
لا ذخيرة. عبي بسرعة، عبي بسرعة بيت. ماشي. المفروض اطلع من هنا يا جماعة، الحتة دي لبش. الرابع بيت، الرابع بيت على لي هنا. تعرف الواسع هنا. ايوه. عبي ده بسرعة. بلزقه عشان يبقى بطيء شوية. ايوه. روح انت امسك في ثاني بقى. روح نغزه بقى، روح نغزه بسرعة. يا ابني اديني فرصة اضربه. بس ده خلاص انتهى امره ده. تعالى بقى كده. اوي. تعالى. يا ابني لازم ابص وطه ازاي؟ اديني ده كمان. ايوه. اوي 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 اوي. خليك بطيء. ايوه. نديله بقى ده ايه؟ نغزه. ماشي ماشي. خد. في حد بيضرب بالضهر ولا ايه؟ مش هما اتنين بس؟ خد بقى. راح؟ راح. قد يرسل الزين التعزيزات لننهي مهمتنا ونخرج. المكونات في الطابق الاول. ايه الاصوات دي؟ في اصوات كده ملزقه في بعض. اه تعالى انت هنا. ده مات برضه. ماشي. ده في بتاع بتتسحب هنا دي يا جماعه ولا ايه؟ مفيش. لا بس تعبي شويه. ماشي. تعالى ننهي بقى المهمه بتاعتنا. نعبي بس الحاجات الناقصه دي. انت كمان ايه الناقص ده؟ مش تعبته ده. قنبلة مرتدة. ما اشوف ده ممكن. اه انا عندي بس دي مفتوحة. اوكي ماشي. انا كده هبعد عن المكان اللي فيه الكود يا جماعة. هنطلع بره تاني ولا ايه؟ لأبحث في الطبق كله. سأبقى حذرا، أريد تجنب المفاجآت. رائع. مفيش تسلق كده ولا حاجة؟ في هنا وفي هنا. فتحة ستخرجنا من الغرفة. فتحة ولا باب؟ مش اي حاجة هنا. وشكلها كده اطياف كمبيوترات كانت شغالة من الاف السنين. هو الباب ده. عتلة. ايه اليونيفورمات دي؟ طبعا لا 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 ما من مجيب يعني. مش عارف اجاوب. مفيش حد جاوب على السؤال. لأنها ناس مش عارف.
اشياء اسطوريه. طب باب تاني. طب كويس، في مصلحه يعني، طلعت المصلحه من مكان، فتحت صندوقين. ندور فين تاني؟ في حاجات جوه. يا خشنا منين بقى؟ فتحه في السقف اهي. طيب شوف يا ولد الرزينه. سكي بقى. حاجة في ضهري؟ لا. انزلي. المكونات في مكان ما هنا. مفيش صندوق ده. انا مش شايفه خالص، انا شايف ده بس. فين المكونات يا جماعه؟ انتي فين؟ نفتح الباب، اكيد لازم نفتح الباب. اوكي، مش هتعدى الاول بس. ايوه، علي العودة بها الى كوتانو. دي المكونات؟ دي بس المكونات؟ يعني المكونات دي كلمة جامعة اصلا، هو طلعت ايتم واحد بس وسميته مكونات؟ جبت لك مكوناتك يا عم كوتالو. هو فين بقى؟ في حاجة هنا يعني. في كود 18 يناير 2065. كلير، أتمنى لو كنت على اتصال معي بشأن فجر جديد. أيا كان من تفاوض على هذه الصفقة معهم كان بارعا. صفقة تنازل الراجل يترأس برنامج فرعي. حلوة اللغة اللي أنا بتكلم بيها دي. مفيش أرقام، ما لقيناش أرقام خالص. تعالى يا عم قتال، عاجبك الفيو؟ وجدت المكونات؟ انظر بنفسك. يلا مبروك مقدما على دراعك الجديد. ما خطبك؟ أتساءل عن مدى شعوري بعد صنع الذراع. سأشعر باختلاف؟ سأتجدد؟ أفكار خاملة، فلينتظروا حتى نعود للقاعدة. واصل البحث، تفقدها مرة أخرى، قد تجد ما يفيد. حسناً، أتمنى من كل قلبي الاستفادة منه. تحرسك العشرة. تحرسك العشرة. هو خلاص كده مشي؟ طيب نعمل ايه بقى؟ التحدث الى كوتالو في القاعدة. اوكي، لازم نرجع بقى القاعدة. طب موضوع بقى الغدو دلوقتي بقى انا فاضل لي موضوع الكود ده، لازم اعرف بتحصل عليه ازاي. هبقى اعرف يا جماعة، اعمل لها فيديو مخصوص الكود ده، يعني اشوف، يعني انا احاول كده، حاولت الاقي اي حاجة بتدل على ارقام ما لقيتش. بص بصة اخيرة كده، هما كام كود؟ تلاتة؟ ما هو مش بقول هقعد 100 محاولة أجرب فيها يعني، أكيد هو تلاتة يعني 100,000 محاولة، أنا آسف مش 100، لا كتير بصراحة، تو ماتش، مش هقدر أعملها. هبقى أشوفها يا جماعة طريقة، هشوف لها طريقة وممكن أبقى أعملها في فيديو لوحدها. خلاص خلينا نروح للقاعدة دلوقتي، نكلم قتاله في القاعدة وأشوفكم بقى فين على طول يا شباب هناك. ثواني يا زيو، شوف بس قتاله عشان طلب الشخص بتاعه ده تخلصه له في السريع. ولما تعلمت أكثر عن القدامى قلق عدتي. اتفضل يا باشا، لنتحدث إذن.
ايه بقى ايه الجديد؟ ذراعك الجديدة ما أخبار الذراع؟ اكتملت تقريبا، لكنني لا أزال أضبط مكانها. قريبا سأختبرها. أتطلع لذلك. بس كده؟ طيب أنا شايف حكاية، بخلصنا ميشن ولا ايه؟ وبخلصنا الفيديو كمان. اتيناك وداعا، تعال نعمل وداع ولا ايه؟ سأذهب. وصلي بحذر. ايه اللي المفروض نعمل كمان؟ فقت كده خلاص، فقت بخلصت صح؟ انتظر قتاله حتى ينتهي من سنة الذراع. طب انا انتظره فين يعني؟ المفروض اروح اعمل حاجة تانية يعني ولا ايه؟ تتطلعين للملاكمة؟ ربما لاحقا. هو انت ايه موضوع ملاكمة معاك؟ التدريب طيب؟ كنت تتدرب بالمصلات؟ هذا صحيح، انا ارى صورا مجسمة لمعركتك مع زينيث. انها اسرع واكثر مرونة من اي روبوت واجهته. كم يمتلك أفراد زينيث منها؟ لست متأكدة، ربما الكثير. لا أتمنى أن أواجهها بكثرة. أتفق معك. بس كده التدريب طيب؟ أمر غريب أن ترى من خلال مصلات. يمكنني رؤية روبوتات بشكل لم أرها به من قبل. إن نقاط قوتها وضعفها تظهر لي بوضوح. يدهشني أن شيئاً بهذا الصغر قد يكون أقوى سلاحاً استخدمته طوال حياتي. أداء الصوتي بتاع الشخص ده يا جماعة رائع بصراحة. التدريب ما رأيك بالمكان؟ إنه مركز عمليات فعال. الكلام ده بداية أنا عملته قبل كده؟ فهمتك. حط عليه ألوان، فكر في الديكوريشن أنت. حدث جديد وأنا لست هنا؟ عثرت على مكان مناسب للتدريب بنصلي. وأين ذلك؟ هناك، شمالي القاعدة. روبوتات جناح الشمس متحفزة للقتال. فكرت في ملاكمة شيء لا يحاول قتلك؟ ذلك سوف يحرمني من التدريب. وجهة نظر برضو. طب ايه تاني؟ وجدت شيئا أثناء تدريبك؟ غايا أخبرتني عن كيفية اندلاع الحروب في العالم القديم. أعرف أن العشرة حاربوا الروبوتات كما نفعل نحن اليوم، لكن بدا أنهم كانوا آخر من تبقى. لاحقا حاربت الروبوتات بعضها نيابة عن قادة جشعين، إذ كانوا يتقاتلون على الأراضي والغنائم. على الأقل كانت هناك شجاعة لتضع حياتها على المحك عندما نشبت الصراعات. ذلك أمر نبيل، لكن سنحتاج إلى تقليل الصراعات أولاً. أجل، بالطبع كان هيكارو ليوافق. برضو التدريب؟ إخراج إيثر من البستان كان مذهلاً. عرض أظهر للقبيلة أن مهمة هيكارو لتحقيق السلم كانت هي المسار الصحيح، لأنه الآن العشرة أنفسهم قد باركوها. طيب وإيه كمان؟ أتنظر إلى شيء آخر بالمصلات؟ عرضت علي غايا المعرفة التي حصلت عليها في الصحراء. أنا لست كاهنا، لكنني مهتم بالتأكد إن كان شيء ما قرأته صحيحا. ما هو؟ آمن القدامى أن المرء قد يسمع المياه العظيمة حتى وهو في وسط الصحراء. إن حملت جثة حيوان مائي معك، أطلق يعني عليها صدفات البحر. هذا يبدو مقززا. هو ده مقزز، إنه يسمع صوت البحر ولا تشيل معك صدفات البحر؟ خلصنا التدريب، طب المرافقون؟ صديقتي تالانا مرت بالقاعدة، هل التقيت بها؟ باختصار، امرأة جريئة تدخل أراضي تيناكث بذراعيها الخاص بكارجا. ستكون محظوظة إن لم يصبها شعبي بمجرد رؤيتها. ستكون حذرة، تبحث عن شخص قد يحتاج مساعدتها. أيا من كان، فيجب أن يستحق الموت لأجله. ماشي. هل تحدثت من قبل إلى فارل؟ باختصار، حارب قوات رجال عند الضوء القاحل. هل كل أفراد نورا ماهرون؟ أنا لست واحدة منهم. على أي حال، أفراد نورس سيتعاملون. لقد طردوا الكارجا من أراضيهم. ظننت أن قبيلتي منفردة بذلك. مدهش. طيب ما زالت تؤلمك؟ يشتد الألم ويختفي. أحاول ألا أفكر، لكن الأشياء الغائبة دائما على البال. يصعب شرح ذلك. لن أدعي الفهم، لكن أتعاطف معك. شكرا لك إذن.
طيب في هاي كمان؟ هل تحدثت إلى إيرند؟ مجرد محادثة مقتضبة، رأيته يحضر بعض المشروبات من الشرق. المشروبات مرة كالمطهر. ستعتدين عليها حقا. في الواقع لن أمانع مشروبا. وإيرند لن يبخل عليك به؟ طيب ماشي، استفدنا، أهلا وسهلا. اللي بعده؟ ماذا كنت تفعل؟ فارل طلب أن يتعلم الفروق بين عشائر شعبي، لذا كنت أعلمه تاريخ التيناكث، وإنه لمليء بالدماء والموت، لكن أيضا بالأعمال الشريفة والمستبدين المهزومين. تودين معرفة ذلك التاريخ أيضا؟ بمجرد أن تنتهي مهمتنا سأتشرف. طيب ماذا يفعل التيناكث للاسترخاء؟ أعني للاستراحة من التدريب. نلعب الاجتياح، وصديقك من أوسيرام إيرند ماهر بشكل مدهش في تلك اللعبة، لكنه لم يغلبني بعد. اللعبة تجعل التفكير استراتيجي، تشحذ العقل للتكتيكات. لا يزال هذا يبدو تدريبا. الشطرنج بتاعهم ده. خلاص كده خلصت كل وداع. علي الذهاب. كوني حذرة. يس سير. طيب انتظار كوتار حتى انتهي من صنع الذراع. طب استنى فين بقى ونعمل مهمة يعني دي عبال ما يخلص ولا ايه؟ اشكال درون الاستطلاع الكلام ده انا حطيته. طب يا جماعة انا ممكن لو لقيت حاجة مهمة ممكن ابقى اسجلها لاحقا، وممكن ده دلوقتي بقى جه وقت لان في الفيديو رامي كوستا بتاعته مشاهدة. شباب كان معاكم احمد بهجت جيمرز اند جنتلمان، واشوفكم في فيديو جاي ومش الرئيسية على ما اتأمل، ومع السلامة.